بلد بلد مين طالع بلد بلد؟ أنا رشا مسلم عواد أبو ظاهر، بشتغل مهنة سائقة كارة، بأقود 11 نفر وبأصرف عليهم. صعب جدا وخط سريع بين السيارات وبين الأطفال وبين الشحنيات وبين الكرات. أنا بطلع من 5 الصبح بدري، بعد ما صلي الصبح بطلع، بعدين بتحمل ظروف الشمس الظهر وبروح المغرب، يعني امرأة أنا صعب علي المغرب، لكن إن الظروف قاسية جدا. اللي بيضحك علي واللي بيقول هيك واللي بيقول هيك، برضو أنا رافع راسي إني مبسوطة اللي بجيب قرش بإيدي بنفسي. فأنا بعيش في خطر، في خطر كبير. اطلع بلد فأنا احنا في خطر، فاحنا بنعيش في خطر وبنمشي حسب الظروف اللي احنا فيها.